واحد يوم احتفالي بفئه الاحداث، ابتداء من يوم الاثنين وحنا كنحتفلوا باليوم الوطني للسجين. طيله اسبوع كنديروا واحد حصيله لعمل سنه كامله على مستوى تربوي ثقافي رياضي وكذا البرامج التربويه المتعلقه بالتكوين المهني، برنامج محكوميه عبر يعني تتويج السجناء اللي استطاعوا انهم يحصلوا على نتائج مهمه سواء في سلك الاجازه او الماستر وكذا البكالوريا. السي عبد الواحد قربني من هاد، انا دابا امام واحد الطابلو وهذا في واحد المجموعه ديال لي زاكتيفيتي، الا كان ممكن تقربنا منها يعني هذه واش اسبوعيه واش برنامج سنوي فاش تدخل هذه الانشطه؟ كما كتعلموا مصلحه العمل الاجتماعي داخل كل مؤسسه سجنيه هي كترتبط عضويا بالمصلحه المركزيه اللي كتعطينا واحد البرنامج سنوي. هذا البرنامج السنوي يعني مفتوح على مجموعه من الرياضات، منها الرياضات الجماعيه ومنها الرياضات الفرديه ككره السله، كره اليد، كره القدم، وبالاضافه الى الشطرنج. هذا الى جانب انشطه ثقافيه كاسبوع الكتاب، مسابقه نبقاو صعب واحد في الرياضه. نعم، تنعتقد بان المؤسسه ديالكم تعتبر من الرائدات في هذا المجال، خاصه ان توجت مؤخرا على مستوى كره القدم وايضا ربما رياضات اخرى. يعني منذ اقرار هذا البرنامج الوطني للمسابقات يعني مؤسسه السجن المحلي بخريبكه استطاعت انها تكون مؤسسه رائده يعني بفضل مجموعه من السجناء يعني اللي من خلال بطولات محليه كيتاهلوا البطولات الجهويه ومن البطولات الجهويه كيتاهلهم يمشوا يتوجوا على المستوى الوطني. حدثنا عن الطاقم التربوي والرياضي اللي النفسي اللي كاين عندكم في المؤسسه. بالنسبه للمصلحه ديال العمل الاجتماعي كتكون من ثلاثه المكاتب، كاين مكتب يعني عنده علاقه بالانشطه التربويه والثقافيه يعني الانشطه الموازيه، ومكتب المواكبه النفسيه والاجتماعيه، بالاضافه للمكتب التعليم والتكوين ومحاربه الاميه. شحال العدد المستافد من هذه الاوراش؟ واش كاين اقبال ديال النزلاء جميعهم؟ اكيد اكيد اكيد، وحنا راه عندنا محترفات في الفن، محترف الكتابه الادبيه، محترف الخط العربي والفن التشكيلي، بالاضافه الى الجانب الرياضي عندنا مساهمات ديال مجموعه من النزلاء اللي استطاعوا انهم يتوفقوا في مجموعه من الاصناف الادبيه، منها يعني الزجل يعني الشعر العامي، وكذلك الفصيح بالنسبه للقصائد، وعندنا القصه القصيره، وبالنسبه للفن التشكيلي. وكما كتلاحظوا معنا الان هذه نعم. واحد المجله حائطيه كتجدد نعم. كل شهر فيها مجموعه من الكتابات، فيها اللي عنده علاقه بالزجل، الخط العربي والتشكيل، يعني الشعر الفصيح، كذلك الشعر باللغه الفرنسيه، الرسوم، كاين قصه قصيره نعم. تماما، وكاين واحد الشهاده كنديروا شهاده يعني ديال السجين اللي كتحفز السجناء على انهم يغيروا الواقع ديالهم. مثلا هنايا كان واحد السجين اللي عندنا متميز اللي عنده علاقه اللي استطاع انه ينجح في المسار ديالو في اعداد ادماج، استطاع انه ياخذ بكالوريا واستطاع انه ياخذ اجازه في المؤسسه، اخذ اجازه في المؤسسه، دار واحد الشهاده هنا هي بمثابه دعوه للسجناء باش ياخذوا نفس المسار. نعم. شنو الفحوى او الرسائل ديال هنا؟ كلمه موثق ومدير المجله كتقول: كلما ضاق الفضاء اتسعت الرؤى والاحلام، الحريه ابوابها مشرعه لا تضيق باسوار وحديد، الكلمه رساله والرساله تحمل الحب والحنين والامل الى اخر الكلمه، وهي دعوه يعني للجميع بان هذه المجله فضاء مفتوح لكل من يرى في نفسه يعني عنده موهبه ديال الكتابه، وهي مفتوحه يعني كتحل لهم باب الحريه مشرع، هي دعوه للتمرد، تمرد الحب والحنان. شكرا. سي عبد الواحد دابا تنشوف واحد المجموعه ديال الجوائز، وهذه الجوائز هذه ماشي جات عبثا او صدفه، بل كان فيها واحد يعني كانت نتيجه واحد العمل، واحد البيت قاموا به لا فين كنشكرهم على انهم دخلوا معنا في هذا المشروع اللي كتسطروا المندوبيه العامه لاداره السجون
والمديريات الجهوية، وحنا كننفذوه وكنحاولوا ما أمكن نحصلوا على نتائج مثمرة وهامة في مسار إعادة إدماج السجناء. نعم، شكرا سي عبد الواحد على سعة صدركم، شكرا. خاص تكون يدك ثابتة. دابا فينا صافي. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.